قالت صحيفة العرب الجديد إن المخاوف تزداد من تأثير خريطة الطريق الخاصة بحل الأزمة اليمنية من إمكانية عودة اشتعال جبهات اليمن مجددا في ظل الهجمات الحوثية على السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى إسرائيل في البحر الأحمر، والرد الأمريكي البريطاني بقصف أهداف للحوثيين في محافظات يمنية متعددة، ثم إعلان واشنطن إعادة جماعة الحوثيين إلى لائحة المنظمات الإرهابية. نقلت الصحيفة عن متابعين للشأن اليمني قولهم إنهم يستبعدون أن تكون الأطراف اليمنية قادرة على العودة إلى المربع الأول وإشعال جبهات اليمن نتيجة استهلاكها طوال فترة الحرب التي امتدت لثمان سنوات. وأشار المحللون في تصريحاتهم للعربي الجديد إلى أن الجبهات الداخلية باتت مرتبطة كليا بحزمة من الالتزامات من خلال مسار التفاوض الجاري عبر المبعوث الأممي، وكذلك الوساطة السعودية العمانية المشتركة ومسارات التسوية السعودية الإيرانية، وأن كل الاحتمالات تبقى واردة ومرتبطة ارتباطا مباشرا بما قد يحصل من تطورات خلال الفترة المقبلة.